حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الاعمش عن ابي الضحى مسلم هو ابن صبيح عن مسروق قال حدثني المغيرة بن شعبه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم اقبل فلقيته بماء وعليه جبه شاميه فمضمض واستنشق وغسل وجهه فذهب يخرج يديه من كميه فكان ضيقين فاخرجهما من تحت فغسلهما ومسح براسه وعلى خفيه